أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة حنيفا ولم يك من المشركين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وما كان من المشركين. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. صدق الله العظيم. Hadirin pendengar, pemirsa dan dewan hakim, selanjutnya mari kita saksikan.